أهلا بكم من جديد مشاهدينا، مستمرين معكم بتقديم فقرات برنامجنا الصباحي لهذا اليوم. طبعا وصلنا الآن إلى الزاوية الطبية، زاويتنا الطبية لهذا اليوم ستكون مع اختصاص جراحة المسالك البولية والتناسلية دكتور كرم حنا. بداية صباح الخير دكتور، كيف الصحة؟ صباح الخير يا أستاذ بكر، كيف أحوالكم؟ الله يخليك، إن شاء الله نهارك اليوم يكون حلو ومشرق إن شاء الله للجميع. إن شاء الله دكتور، اليوم حديثنا سوف يكون عن الصداع، والصداع هو يعتبر من يمكن الأمراض الشائعة التي تصيب أي إنسان، يعني مو بالضرورة هو قد يكون يصنف من الأمراض الخطيرة جدا، لكنه يواكب الكثير خصوصا في حياتنا المعاصرة، واللي هي تتطلب يمكن ضغط العمل وسرعة الحياة اليومية وكثرة التعقيدات التي يشهدها الإنسان في العصر الحديث. تماما، الحقيقة يسمى الصداع أو هو ألم الرأس أو وجع الرأس، هديك بالإنجليزي. فالصداع جاي من كلمة تصدع، تصدع يعني تشقق، فمن شدة الألم اللي يحصل في الرأس يشعر كثير من المرضى بأنه الرأس سيتشقق، سيتفتت، راح يطير، فسمي نسبة للتصدع الصداع. وفعلا مثل ما تفضلت هو أكثر الأمراض شيوعا في العالم كله، ويندر أن نجد إنسان ما صار عنده ألم رأس أو صداع في حياته، لابد ما أنه معظم البشر زاخد هذا الصداع وبتعرف شو هو الصداع وشو مشكلته. أكيد الصداع يعني ليس بمرض، إنما هو عرض ويختفي خلفه أسباب كثيرة جدا، منها ما هي مرضية عضوية بنسميها، وأكثرها 90% ليست عضوية، سنتحدث عنها بالتفصيل. هلا ما في شك يعني فكرة الألم بحد ذاته بقدر ما هو بنشعر نقمة ويعني متعب ومزعج ومؤرق، بس بالمقابل الألم هو إنذار، فيجب أن يكون هو فعلا رحمة ونعمة للإنسان، لأنه يحذر الإنسان ويدل أن هنالك مشكلة أو خلل ما أو مرض ما موجود في جسمه يجب أن يتنبه له. فالألم بصورة عامة ينبهنا إلى ما هو موجود من خلل أو مرض. الصداع يعني لحد الآن بهالدراسات الكثيرة معظم أسبابه ما تزال مجهولة، والأبحاث ماشي تماما، هل هي إلى علاقة بالمخ نفسه، بالأوردة، بالشرايين تبع المخ؟ فالرأس بحد ذاته كونه يحتوي على الأعضاء الحساسة جدا والمهمة، الدماغ وأجزاءه الكاملة، العينين، الأذنين، الجيوب الأنفية، الأسنان، الفكين، ويحمل هذا الرأس الرقبة، والرقبة بمفاصلها، بعضلاتها، بالأوردة، بالشرايين أو الأوعية الدموية، بالأعصاب تبع هذه المنطقة كاملة. وكل واحد مما ذكرناه يمكن أن يكون سبب من أسباب الصداع أو ألم الرأس. يعني ممكن أفهم من كلامك أيضا ممكن يكون مثلا ألم بالمفصل أو بالكتف أو بالكذا ممكن يأثر على الرأس كصداع، نسبة كبيرة من الألم. نعم، ممكن نقص بالفيتامينات أيضا ممكن أحيانا يأثر على ألام بالرأس، قد تكون وهن أو شيء من هذا القبيل. الخطير في الموضوع هو هال10% اللي بده ينتبه الطبيب والمريض. طبيعي مهدون الحمد لله نسبتهم قليلة جدا، هي أورام المخ، أمهات الدم اللي بتكون بالدماغ، وهذه خطيرة وآلام شديدة لا تطاق، تبقى وفجائية بتجي، وإذا صار في انفجار لهذه أم الدم، تحدثنا في إحدى الفقرات عن أمهات الدم شوي، نعم، ممكن في المستقبل تستعرضها، عبارة عن توسع في أحد الشرايين بشكل مثل الفتق في جدار الشريان، نعم، ورقيق جدا، فتحت تأثير إذا ارتفاع الضغط يؤدي إلى توسع هذه الأم أو أم الدم وترق أكثر، وممكن إذا ارتفاع الضغط شديد جدا أن يحصل انفجار لها وبالتالي نزيف، ويؤدي إلى مشاكل كثيرة. إذا كان بالدماغ مشكلة تؤدي إلى احتشاءات، إلى آلام شديدة، إلى فقدان النظر، إلى إلى إلى، وقد تؤدي إلى الوفاة أيضا. فالصداع الفجائي الذي يترافق بارتفاع ضغط وإقياءات واضطراب وتلعثم بالكلام واضطرابات عصبية بالساقين أو باليدين، يعني أي ظواهر أخرى ملفتة للانتباه إضافة للصداع واللي بيجي فجأة،
يجب عدم إهماله ولا بشكل من الأشكال، والسعي فورا للاستشارة الطبية والبحث عن هذا السبب وإزالته. كل الأمراض متى ما عرف السبب تبعها فبمحاولتنا إزالة هذه الأسباب نصل إلى نتيجة العلاج المفيد. الأمور العضوية حكيناها طبيعية، تحتها بيجي الحميات، الأمراض الإنتانية، نعم، بأنواعها، كلياتها، الخراجات اللي ممكن تكون في المناطق، كلها هذه عبارة عن أمراض حقيقية. العين بأمراضها بأنواعها، قصر النظر، حصر النظر، الالتهابات اللي بتصير بالعين، ما بننسى الجيوب الأنفية إذا صار فيها التهابات كلها تترافق بألم رأس، التهاب الأذن الوسطى وعند الأطفال خاصة آلام شديدة لا تطاق في هذه المنطقة وتتشعع إلى الرأس. إذا الأمور العضوية هاي المهمة طبيا الحقيقة، يجب أن كل طبيب ينتبه لها، لأنه كل طبيب مهما كان اختصاصه بالتأكيد إذا ما كان مرضاه في العيادة يشكو، المحيط اللي حوالي أقرباء وأصدقاء ودخيلك يا دكتور أنت بمشلون ما كان لازم تعرف عندي وجع رأس، عندي كذا، يشكو همه للطبيب اللي يعتبر صديق أو قريب في المجتمع. فكل طبيب يجب أن يلم بشكل جيد في موضوع الصداع وأسباب الصداع، وإمتى بيكون الموضوع خطر فعلا ويجب الارتكاس لإله. نعم، تفضلت أستاذ بكر، حكيت على أنه العضلات الرقبة وعضلات الكتفين، هذا كلام صح، والوضعيات هلا كلنا معرضين لها، الجلوس الطويل أمام الكمبيوتر، على الآيباد، على الموبايلات، التلفزيون، نعم، دائما هذا يؤدي إلى جهد وتشنج في هالعضلات في المنطقة، إن كان العضلات عضلات الكتفين أو عضلات الرقبة، وهالتشنج هذا يؤدي بالتالي إلى تضيق الشرايين في هذه المنطقة. ويميل الأباحثين يميلوا إلى أن يقولوا أن تضيق الشرايين في المنطقة بالرأس والمحيط تبعه والمنطقة المحيطة فيه، نعم، هو أحد الأسباب أو الأسباب المهمة في حصول الألام هاي. التفسير تماما ما يزال يعني ما كتير واضح. بدنا ما ننسى أبدا أنه أنواع الصداع يعني في بحطوها بأنواع صداع توتري بسموه، وفي أنا صداع الشقيقة النصفي، وهذا حديث يطول بده حلقة كاملة حاله، ولكن مفيد نستعرضه هلا بعد شوي. هلا 90% مثل ما قلنا هو الصداع اللا عضوي، ومنه الصداع الشقيقة من جهة والتوتري اللي بيجي من تغير الطقس، إذا كان في برودة شديدة، إذا نعم، في ضربات شمس، إذا فيه تدخين بيساوي نشفان وتضيق في الشرايين، في بعض الأغذية تؤدي إلى إذا محتوي هذا المحفوظ الأغذية المحفوظة، نعم، تماما، ففيها مادة بسموها التيرامين، فوجود هذه المادة عند بعض الناس يؤدي إلى تحسس على هذه المادة ويترافق بصداع. القراءة ممكن أحيانا يعني مشاكل طبيعي بالعين، وقراءة إذا كان في عندنا مشكلة بالنظر، نعم، مثل ما حكينا قبل شوي. الكحول، في أنواع من الكحول، ثاني يوم صباحا بعد شرب الكحول فعندما يستيقظ الإنسان صباحا يشعر بألام رأس عنده. فالتوتر النفسي والإجهاد بالعمل، قلة النوم، فمجرد بالإنسان هو طبيب نفسه أدرك تماما شو المشكلة اللي عمال أو العمل اللي عم يقوم فيه أو الظرف اللي كان موجود فيه وحصل فيه آلام رأس على أثره، فممكن أنه يتجنبه. كذلك السهر ويمكن تناول الخمور أيضا والسهر الطويل يؤثر يمكن باليوم الآخر أو اليوم الثاني أيضا على الرأس، وببعض الصداع يسبب يمكن تماما تماما. فالحياة، لذلك اللجوء إلى الحياة السليمة والصحية، شرب السوائل بكميات كافية، نقص السوائل أيضا يؤدي إلى آلام رأس. حتى بالنسبة إلى أمراض الشقيقة هلا في أبحاث جديدة، إكثار من السوائل يخفف من نوبات الشقيقة وآلام الشقيقة ومن آلام الرأس عموما. لما بصير فيه نقص سوائل ممكن ينخفض الضغط، انخفاض الضغط يؤدي إلى آلام بالرأس. ارتفاع الضغط حكينا قبل شوي، ارتفاع الضغط ممكن خطير جدا من جهة، يعني ممكن أن يؤدي إلى نزوف دماغية ويؤدي إلى آلام رأس، وتتميز بآلام خلفية وآلام مطوقة للرأس.
لما بيكون في عندنا ارتفاع بالتوتر الشرياني. طيب دكتور، يعني كل حالة مرضية الآن موجودة لها يمكن بعد تاريخي، ودائما حتى أنت تتناولها ببعدها التاريخي يعني لهذه الحالة المرضية. اليوم بالنسبة للصداع، يعني تسجل هناك تسجيل متين بلش هذا المرض أو شو كان موجود؟ هل هو رافق البشرية منذ ظهورها الأول؟ يعني هل هو عمر هذا المرض آلاف السنين، أم هو وليد حالات معينة نتيجة يمكن الثورة الصناعية والتقدم والتكنولوجيا وكل هذه الأمور؟ يعني ما أعتقد أني اللي قبل يمكن 1000 سنة أو 2000 سنة كان يعاني بصداع مثل الشخص الآن في عصرنا الحالي يعاني مثل هذه الآلام. اللي بيتابع الحقيقة دراسات القديمة والتاريخ وبشوف حياة الشعوب يترافق صداع موجود في كل الشعوب وفي نعم. كل الأزمنة. وعند الحياة الشعبية اللي عم تذكرني أنت بالقرى حتى الآن يمكن موجودة، إذا ما عندهم وسائل طبية أو ما استفاد على العلاج الطبي المريض بيقولوا تعالى نقفل الرأس، بيحطوا عبارة عن ضمادي نعم حول الرأس ويجيبوا مفتاح وبفتلوه تماما حواليه وبيشدوا شد قوي جدا لأنه يخففوا من هذا الألم. وفي وسائل كثيرة شعبية من مشروبات نباتية، كمادات بيحطوها على كمادات باردة على الجبين، كمادات دافعة على الرقبتين. ففي وسائل كتير شعبية وطب بديل لمعالجة الصداع وعلى مر الزمن. فلذلك قديم قدم الإنسان هذا موجود. إذن هو ممكن الحياة الصناعية مثل ما تفضلت نعم. قديما ما كان معروف التدخين، ما كانت معروف الخمور بأنواعها الكثيرة، ما كان فيها التوتر والقلق النفسي عند المجتمع، فهلا عم تزيد تماما. وأكيد هاي بدنا ناخدها بعين الاعتبار ونطمن المريض إنه المشكلة ما خلف هذا الصداع اللي عندك طبيعي، ما لازم بالكلام فقط، نكون إحنا لما يكون فيه متكرر وطويل الأمد مو إنه يعني عابر عبارة عن عرض عابر نعم. حصل مع هذا الإنسان، إلا لازم نلجأ إلى الفحوصات الدموية، إلى التصاوير، إلى تخطيط، إلى مرنان، حتى نتأكد من عدم وجود سبب خطير جدي خلف هذا العرض نعم. فيما إذا نفينا نحن الأمراض العضوية لأنها الحمد لله قليلة 10% فقط، إذا نفينا أي مرض عضوي للصداع صفى عاد الحياة اليومية، ندخل إلى صميم حياة هذا الإنسان، كيف عايش، كيف بيفكر، شو المشاكل اللي عنده، ومن خلالها وشو العادات الغذائية اللي عنده. بدنا ما ننسى مثلا على بساطتها الكولا، السبرايت بأنواعه، يعني كل هذه المشروبات اللي منتشرة بالرغم من ضررها واللي حكينا فيه مرات، احتوائها على الكافيين مثل القهوة والشاي، فهدول الكافيين يؤدي إلى تقلص الأوعية، فتعود الإنسان يكون متعود عليها، فلما بتأخر ما بياخد الكمية من القهوة المتعود عليها تتوسع الشرايين، توسعه يؤدي إلى صداع، ما بيرتاح وبروح صداع ولا رح تاني يشرب فنجان القهوة. يعني حالة المدمن على السجارة أو على المخدرات، المخدرات أيضا يعني المخدرات تؤدي نعم. إلى آلام رأس قطعا. هلأ الشقيقة تحديدا، الشقيقة ما تزال لغز من ألغاز الطب ويعاني منها الكثيرين، ويلجأوا إلى أدوية بمختلفاتها، مع أنه هو تريبتوفان والأمينوتريبتيلين، يعني في مجموعة أدوية فعالة الحقيقة، واستطاع علم الأدوية أن يقدم الكثير لمرضى الشقيقة، واللي بيعانوا منه أعداد كبيرة، يعني 25% من النساء يعانوا من أمراض الشقيقة، من مرض الشقيقة، و 80% من الرجال يعانوا، يعني النساء 3 أضعاف الرجال للأسف. الله يعينهم على هالمعاناة نعم. لأنه الألام لا تطاق أحيانا، وتترافق بإقياء وبإنزعاج وأحيانا اضطراب بالرؤية، وتحتاج أنه المريضة أو المريض يقبع في غرفة مظلمة بدون إزعاج أي إنسان، بدون ضجة على الإطلاق، ويأخذ العلاج المناسب حتى يحصل الهدوء والراحة ويخف الألم تدريجيا، وقد يستمر ساعات وأحيانا أيام. يعني على ذكر الهدوء، أكثر شيء تلعب دور بهذا الموضوع هي المهدئات أكثر من الأدوية العلاجية، لأنه حسب ما فهمت من كلامك دكتور أنه هذا مش مرض واضح، وإنما هو نتيجة لمرض معين يقف وراءه، فلذلك هناك المهدئات هي اللي تلعب. دائما نروح على الصيدلي مثلا أو شيء يعطينا بين كلر مثلا أو مهدئ لآلام بالرأس. مزبوط. العلاجات يعني في عنا مشكلة كمان بالعلاجات اللي بياخدوها مرضى الصداع والشقيقة بالتأكيد، بصير إكسار، أخذ اليوم حبة سعرته
ثاني يوم اخذ حبه ما كثير فات وبيساوي حبتين، بصير في اكسار تدريجي والمريض يعني بيشجع نفسه انه طالما الدواء عم يفيدني بس بدي كميه اكبر. استعمال المسكنات لفتره طويله وبكميات كبيره يؤدي بحد ذاته الى صداع، يعني نفسه بصير نعم. ادمان المسكنات، وهي مشكله انه كيف تفطم المريض عن اخي انا عندي وجع شلون بدي اترك المسكنات، كيف بدي اترك الدواء، ما بحسن الموجوع يا دكتور. طيب اذا اخذته بده يصير عندك وجع، بدك تتحمل فتره من الزمن، طبيعي بصير تخفيف تدريجي، تتحمل حد معين مستوى معين من الالم مقابل ان تتخلص من تاثير المسكنات. هذه تشمل ليس فقط الصداع، يعني حتى اللي يعاني من الم بمفاصله او تماما، بس الصداع لانه نعم. يعني يمشي مع الانسان طول حياته. بينما الامراض مثلا بصير مدمن الانسان على المسكنات في حالات سرطانيه، لما يكون في الام سرطان، سرطان منتشر، بهذا بكون فرصه الحياه محدوده. بينما هنيك عندنا سنوات طويله حياه كلياتها. فهنيك يعني احيانا احنا بنقول ما راح نكون بخلاء على مريض سرطاني، سرطان منتشر مؤكد وفرصه عاد في النجاه قليله، فما رح نكون بخيلين في اعطاء المسكنات اللي بتريحه في هذه الفتره اللي الله كاتب له عليها ان يبقى حيا. نعم. فموضوع هنا معالجه الصداع اللي ما هو خطير ولا يؤدي الى وفاه ولا الى مشاكل يعني لا عضوي انما مزعج نعم. مؤرق لصاحبه، هون عم نحكي على هذا الموضوع. هلا الادويه اللي مالوفه جدا هو الاسبرين في الدرجه الاولى. والاسبرين يعني له اخطار ومشاكله، بيسحب سيول الدم، نعم. ممنوع اعطائه عند الاطفال تحت العشر سنوات، ممنوع اعطائه لمرضى الربو، اذا في قرحه معديه ما بيصير، يعني يجب كمان المرضى بما انه استخدامه كثير يعرفوا اضرار طبيعي. هذا المرض هذا الدواء نعم. في الايبوبروفين منتشر بكثره، وما بسمع غير كله عم ياخذ ايبوبروفين، ايبوبروفين باسماءه التجاريه المختلفه، كمان اذا ما في قرحه معديه ما عنده هالمشاكل الكثير الايبوبروفين، انما بالقرحات المعديه والتهاب الغشاء المخاطي المعدي يجب تجنبه. في عندنا سيتامول، سيتامول كمان منتشر كل العالم بتعرفه، أقل ضررا من الآخرين ويمكن استخدامه لفترات طويلة وبكمية لا بأس فيها عند الضرورة طبيعي. نعم. لا ما في شك، ما في دواء ما له أعراض جانبية، ما راح نخوف العالم بكل الأعراض الجانبية ممكن تكون، ولكن السيتامول من أكثر الأدوية أمانا. بالنسبة للشقيقة في عندنا تريبتوفان ومشتقاته، الأفاميجران ومشتقاته، وفي عندنا هلا امينوتربتلين كثير فعال، تفضلت على المهدئات نعم. صح الكلام، وله تاثير مهدئ وعم يعطي نتائج كثير حسنه. هلا الوقايه اهم من العلاج، مثل ما حكينا الاسباب كثيره الحياتيه، والمريض طبيب نفسه لكشف شو المشكله اللي عم تؤدي نعم. الى صداع عنده، ولما بيحكي القصه لمريضه لطبيبه بقدر ما هو بيشرح وبكون صريح بقدر ما يستطيع هو والطبيب ان يضعوا اليد على السبب ويعالجه. فالنوم الكافي، شرب السوائل الكافي، الغذاء الصحي، تجنب التدخين والإسراف في شرب الكحول والمخدرات، والرياضة طبيعي ما في شك مهم كتير، نقص الأكسجين في المناطق اللي بيكون فيها محصورة والأول أكسيد الكربون يزداد نعم. يؤدي إلى آلام بالرأس، فلازم كمان نلجأ للتهوية الصحية. إذن دكتور يعني أفهم من كلامك هي الوقاية هي خير من العلاج، هي الأساس أكيد. بهذا المضمار وهذا الموضوع. طبعا الحديث معك شيق جدا دكتور، إذا في توصيات أخرى تحب تضيفها من خلال حديثنا عن الصداع. يعني مو غريب نسمع المثل القائل لا تكن رأسا لأن الرأس كثير الأوجاع، فإن شاء الله ما نكون وجعنا لك راسك وراس المشاهدين بهالحلقة. لا إذا هيك يعني يومية تعال وجعنا راسنا بهذه المعلومات القيمة والشيقة والمهمة جدا اللي يستفيدوا من عندها أيضا مشاهدينا من أبناء جالياتنا العزيزة. شكرا لك دكتور على حضورك معنا. شكرا يا أستاذ بكر، تحياتنا للجميع. شكرا الله يخليك. إذا مشاهدينا كنا مع اختصاص جراحة المسالك البولية والتناسلية دكتور كرم حنا، الذي تحدث أيضا بإسهاب عن موضوع مهم هو موضوع الصداع. طبعا نأخذ الآن فاصل إعلاني مشاهدينا، ومن بعد مستمرين بتكملة فقرات برنامجنا الصباحي لهذا اليوم.